عن افتتاح ملعب 4 نيسان في مدينة منبج. الملعب الذي ظنناه مستحيلا بات واقعا ملموس بعد جهود 7 شهور متواصلة من لجنة الشباب والرياضة وإداريها وكافة الحركات والتنظيمات الشبابية التي تنتمي إليها. اسمحوا لي باسمكم جميعا أن أهدي هذه الفرحة لشهداء الذين ضحوا بأنفسهم كي تبقى هذه المكتسبات للمدينة. إلى إدارة فريق الاتحاد في مدينة منبج، كل الشكر لهيئة الشباب والرياضة. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يجزيكم ويرحم أبو الناس. الكرة الاتحادية إلى أيمن، أيمن راح سريعة خلاها علي، راحت إلى خليل هماش، خليل ولكن الدفاع صافرة وخطأ.